بابايا توفى من وانا لسه في اولى اعدادي، وكنت انا واخويا بس اللي موجودين مع امي. امي اشتغلت وتعبت وطلع عينها عشان تعرف تربينا وتصرف علينا وتعيشنا عيشة كويسة، عمرها ما خلتنا محتاجين حاجة، ولا عمر حد كمان حس ان احنا محتاجين حاجة. طول عمرها عاملة لنا قيمة قدام الدنيا كلها، لحد ما كبرنا وانا بقيت دكتورة صيدلانية، واخويا كمان بقى دكتور صيدلي، وانا فتحت صيدلية خاصة بيا وكبيرة، واخويا جاله عقد عمل برا مصر في الكويت، وفرصة عمل كويسة وحلوة قوي وبمرتب حلو جدا، وخلاص اخد بعضه وسافر، وانا فضلت عايشة مع امي. وطبعا انا سني ما كانش صغير والسنين كانت بتعدي، بس قدرت ان انا اسس نفسي واقف على رجلي ويبقى معايا فلوس وابقى بكسب من شغلي من الصيدلية بتاعتي يعني. وجه الوقت اللي انا قلت لماما فيه خلاص انتي تعبتي عمرك كله، لو كده ارتاحي يا ماما وانا هعرف اصرف على نفسي وعلى البيت وعليكي، وحياتنا هتبقى كويسة ما تشيليش هم. وفعلا قعدت امي في البيت وبدأت ان انا اشتغل في الصيدلية، كنت بخرج كل يوم الصبح وبرجع على الساعة 7 أو 8 بالليل مثلا، لحد ما في مرة رجعت ولقيت امي مغمى عليها، اخدتها جري ورحت للدكتور. طب في ايه يا دكتور مالها؟ قال لي مامتك السكر عندها عالي، وعشان نطمن وديها لدكتور اخصائي سكر. وانا فعلا عملت كده، اخدتها ووديتها للدكتور المختص عشان يكشف ويطمن عليها، لاني دكتورة وفاهمة ان السكر ده مرض وحش جدا، ده ألعن من المرض الخبيث. السكر بيلعب في الاعصاب وبيلعب في النظر وبيلعب في كل حاجة. بعد كده ابتدى يتقدم لي عرسان كتير جدا، دكتور ومهندس وظابط وكل حاجة، وانا كان سني 36 سنة. كنت برفض عشان ما كنتش عايزة اسيب امي لوحدها، هي كانت كل همي وكانت كل خوفي، لحد ما تقدم لي واحد مهندس وكويس جدا واخلاقه كويسة، وامي قالت لي وافقي عليه يا بنتي، وافقي عليه وما تشيليش همي وانا حلوة اهو، ووافقت عليه واتخطبنا. بس هو كان بيته بعيد عني، يعني كان بيني وبين امي حوالي 1 ساعة وربع مسافة. اقترحت عليه ان احنا ناخد شقة جنب ماما، قال لي طب وشقتي اللي هناك هعمل فيها ايه؟ انا ما اقدرش ابيعها دلوقتي وانا عليا اقساط، وكمان مش حمل ان انا ادفع ايجار لشقة تانية وانا وانتي لسه في بداية حياتنا. بصراحة كلامه كان منطقي جدا وما كنتش عارفة اعمل ايه. امي قالت لي يا بنتي روحي عيشي مع جوزك وما تشيليش همي، وفعلا اتجوزت انا وهو، وسبت رقمي ورقم جوزي لكل الجيران اللي حوالين امي عشان لو حصل اي حاجة او تعبت يرنوا علينا واقدر الحقها. لحد ما في يوم بتصل بماما كتير ما بتردش عليا، اخدت بعضي ورحت لها جري، ورحت لقيتها مغمى عليها في الحمام. اخدتها ورحت للدكتور، قال لي ان السكر عالي عليها جدا رغم انها ماشية على علاج، بس هي ما بتهتمش بصحتها ولا بتهتم بنفسها. قلت لجوزي ان انا هقعد بماما، قال لي لا ما ينفعش هتقعدي هناك وتسيبيني لوحدي، فجبت ماما تعيش معايا في البيت. وحسيت ان جوزي متضرر، بقى يقول لي هو انا واخدك واخد امك معاكي باكج؟ الواحد مش عارف يرتاح في بيته ويعلي صوته عشان هي تسمعه، وفعلا هي كانت بتسمعه وكانت بتزعل، وكانت بتبقى مصممة كمان انها تروح، لكن انا اللي كنت بمسك فيها واقول لها مش هتمشي. لحد ما قلت له في مرة انت لو فضلت تقول الكلام ده وتزعل امي انا لازم اتطلق. قال لي لا لا مش توصل للطلاق، انا بس زعلان ان انا مش عارفة اتهنى بيكي، وخلاص مفيش مشكلة امك على دماغي وتقعد. بدأت ان انا اروح الصيدلية كل يوم، بس امي بدأ يظهر عليها اعراض جديدة غير اعراض السكر، بدأت تنسى وما بقتش تبقى فاكرة اي حاجة، لدرجة انها احيانا بقت تنساني، وانا شكيت في الامر وشكيت ان في حاجة غريبة، واخدتها ورحت وديتها للدكتور، والدكتور قال لي ان دي بداية زهايمر. قلت خلاص انا ههتم بالمواعيد وبالعلاج وبكل حاجة. بعد كده لقيت ان امي السكر بدأ يعلى عليها ويوصل ل600. طب ازاي وانا بديها العلاج وكل حاجة، وكمان هدوء جوزي وان هو ما بقاش يزعق على امي، الموضوع ده مش مريحني، اكيد في حاجة غلط. لحد ما اكتشفت المصيبة الكبيرة اللي بتحصل، اشتريت كاميرا ب250 جنيه من امازون على شكل لمبة، وحطيتها في البيت عشان اعرف اللي بيحصل لامي او جوزي بيعمل معاها ايه في غيابي. واللي شفته صدمني وخلاني مش في وعي، شفت جوزي وهو كل يوم راجع من شغله وجايب لامي طبق حلويات وبيسيبها ويخليها تاكله كله،
وطبعا طبق حلويات عشان يتعبها والسكر يعلى عليها وتموت كمان. وكمان شفته وهو بيرمي الطبق بتاع الحلويات بعد ما تاكل في الشارع، مش بيرميه في السلة عشان انا ما شوفوش. وطبعا هو عارف ان هي مش هتفتكر اي حاجة عشان بتعاني من الزهايمر. انا ما كنتش متخيلة ازاي ممكن يعمل كده في اقرب انسانة ليا والوحيدة اللي في حياتي، وهو عارف ان انا ماليش غيرها. لحد ما رجعت وواجهته وقال لي انا اعمل ايه يعني، ما انا مش عارف اخد راحتي في بيتي من امك وعايزة اقضي معاكي حياتي. انا معاكي ما عشتش الحياة اللي انا كنت مخطط لها، انا عشت حياة تانية كئيبة مش بتاعتي. قلت له طيب خلاص تمام، طلقني انا مش عايش معاك تاني. وسبته ورحت عشت مع امي. وكلمت اخويا عشان ينزل وحكيت له على اللي حصل، لكنه منزلش وقال لي ان هو مش هيقدر يفسخ عقد العمل اللي معاه. انا دلوقتي مش عارفة اعمل ايه، جوزي بيحاول يرجع لي وبتأسف لي وبيقول لي ان الموضوع ده مش هيتكرر تاني، بس بلاش امي تعيش معانا. وانا اصلا خايفة ان انا اجيب امي تعيش معانا تاني، ان هو ممكن يأذيها بطريقة تانية. قولولي اعمل ايه عشان انا مش عارفة.